احنا سعيدين بالحضور معكم هنا. اللي بغيت نوضح ونشير ليه هو انه هالطلبة هادو كما وضحوا الزملاء ديالي ووضحوا المشاكل اللي كيعانيوا منهم، أهمية الحل بالنسبة لهم قبل الامتحانات ولا قبل أنهم يضطروا أنهم يقاطعوا امتحانات الاستدراكية، ما راه واحد أهمية كبيرة بزاف، لأنه الطلبة ما باغينش كيشوفوا النزيف كما شاروا الأصدقاء ديال، كيشوفوا النزيف ديال السنة الدراسية وأن المستقبل ديالهم كيضيع قدامهم. دونك بالنسبة لهم البرمجة دي الحل خاصو يكون قبل برمجة الامتحان، الحل خاصو يكون يحفظ كرامة الطالب الصيدلي والطبيب، لأنهم كيشوفوا أنهم تظلموا وان الطريقه باش كيتبرمجوا امتحانات غير باش تحتم على كسر المقاطعه، ماشي باش انها تلقى الحل ونزيدوا القدام. طلبه الكرامه ديالهم ولات عندهم هي راس المال، حيت مشى لهم التمثيليات، مشات لهم الزمن الدراسي، مشات لهم الفورماسيون، مشى لهم بزاف الحاجات. دونك حنايا كيقولوا لنا الطلبه انه يجب نحطوا اليد على الجرح اللي هو الكرامه ديال الطالب ونحفظوها ليهم، وما نعمقوش هذا الجرح هذا اللي كيخلي ان الطلبه يحقدوا ويحسوا بالظلم. وهذا الشيء هذا كيزيد يكرههم لا 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 في الدومين اللي داروا، كيزيد يكرههم لا في القرارات اللي كيتاخذوا المسؤولين بهذه الطريقه هذه، وكيزيد يعزز من هجره الادمغه اللي حنايا كنحاولوا جاهدا انه نحافظوا على الخير ديال بلادنا في بلادنا، حيت حنايا اللي حيت هذا الشعب هذا ولا الطلبه هذو هما اللي غيداويو هذا الشعب، هاد الطلبه ولا الشعب هما اللي كيداويو هذا الشعب تو سامبلومون. دونك الا بغينا نحافظوا على طلبه وبغينا نحافظوا لهم على انهم يبقاو في بلادهم ويداويو والديهم وزعما وعائلتهم، راه خصنا نعطيو لهم حقهم. لحقاش راه كما شرحوا الزملاء ديالي هما غير ضحايا ديال الاصلاح، هما غير ضحايا ديال التاخر في اخراج القرارات، هما غير ضحايا ديال التعنت، وان كاين بعض الناس اللي كتاخذ القرارات بشكل زعما بايغو، ما كديرش داكشي زعما لمصلحه البلاد. والدليل على ذلك هو الاعتراف ديال الوزاره باهميه السنه السابعه، اعتراف الوزاره بعدد غلاف الزماني، اعتراف ديال الوزاره زعما بالاهميه ديال الاطباء وانهم خاصنا العامل البشري لانجاح الرؤيه زعما ولا النهوض من المنظومه الصحيه. وكما بغيت نقول اخر زعما باش نختم هو انه نحيي الطلبه على اسبوع الغضب اللي كامل، ثم كنشكر الصحافه على المواكبه ديالو لان هذا الاسبوع كان ناجح وحضرنا في الساحه الاعلاميه بواحد الشكل كبير. وكندعو الطلبه كيدعو للمسيره الوطنيه اللي غادي تكون، كنتمنوا تكون اخر مسيره وطنيه اللي ان شاء الله من موراها نلقاو الحل، لاننا ما بغيناش نزيدو نضيعوا الوقت، ما بغيناش السنه البيضاء. طلبه ما باغين يرجعوا المدرجات ديالهم بحرقه، كيشوفوا الاصدقاء ديالهم لا الاطباء العسكريين لا لي زيترونجي كيدوزوا امتحانات وفرحانين وفرحانين بانهم غيمشيو يدوزوا الصيف غيبداو يجدوا امتحانات وهما كيزيد يضيعوا. هذا الشيء هذا كيزيد كما قلت لكم الحقد، وان اخطر زعما اخطر لي سيكيل واخطر الاضرار اللي نقدروا نعانيو منها في المقاطعه هي انه الجيل يحقد، او هذه زعما اكثر حاجه يقدر طرا، حيت الى حقد الواحد راه كيبقى واحد كتبقى واحد الجرح اللي ما كيبراش. لحقاش ان الطالب باغي يبقى في البلاد ديالو كتزيد تحفزه على انه يهاجر. وكما قلت لكم ان شاء الله المسيره الوطنيه تكون واحد النجاح كبير ونلقاو الحل باش اننا نهيو هذه الازمه. وكنبغي نعطي الكلمه للمنسق باش انه يحل فقره الاسئله.